بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الصلاة، باب المواقيت. عن أبي عمرو الشيباني واسمه سعد بن إياس قال: حدثني صاحب هذه الدار، وأشار بيده إلى دار عبد الله بن مسعود، قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أحب إلى الله عز وجل؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قال: حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو استزدته لزادني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله المبعوث بالرحمة والهدى، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الأصفياء وأصحابه النجباء والتابعين ومن تبعهم بإحسان وسار على نهجهم فاهتدى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، ونسألك اللهم علما نافعا، وقلبا خاشعا، ولسانا ذاكرا، وعملا صالحا متقبلا، وتجارة لا تبور. ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. قال رحمه الله تعالى: كتاب الصلاة. لما انتهى المصنف رحمه الله من كتاب الطهارة بأبوابه وأحكامه ومسائله، ومعلوم أن الطهارة هي مفتاح الصلاة، بمعنى أنها هي الوسيلة، وهي وسيلة وشرط، كما معلوم الطهارة شرط من شروط الصلاة، والشرط يسبق المشروط ويصاحبه طبعا. فبدأ بالطهارة، وهذا هو شأن الفقهاء رحمهم الله، يبدأون العبادات عموما والصلاة خصوصا يسبقونها بالكلام على كتاب الطهارة أو مسائل الطهارة وأحكام الطهارة. فلما فرغ من الطهارة ومسائلها دخل في المقصود، وهو الصلاة، فقال: كتاب الصلاة. المصنف رحمه الله في 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 هذا الكتاب وضع 23 بابا في الصلاة، بدأها بالمواقيت. أما الصلاة فمعناها في اللغة الدعاء، وقيل إن أيضا مشتقة من الصلوين، وهما العظمان اللذان في أسفل الظهر ينحنيان مع الركوع والسجود، بقيل إن يعني من حيث المعنى اللغوي الأبعد، وإلا الصلاة في لغة العرب هي الدعاء. ولهذا قال عز وجل: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم بها، تطهرهم وتزكيهم بها، وصل عليهم، يعني ادعو لهم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه أبو أوفى بالزكاة، قال اللهم أو بالصدقة، قال اللهم صل على آل أبي أوفى، بمعنى دعاء. فالصلاة هي في اللغة الدعاء. ولا شك أن يعني عند العلماء الحقائق ثلاث:
حقيقة عرفية وحقيقة لغوية وحقيقة اصطلاحية. الحقيقة العرفية هي ما يصطلح عليه إما أهل الزمان وإما أهل الصنعة، فالأطباء لهم مصطلحات، والنجارون لهم مصطلحات، والتجار لهم مصطلحات، والمزارعون لهم مصطلحات، وأهل البلد الفلاني لهم مصطلحات، والإقليم الفلاني لهم مصطلحات، عند المصريين مثلا، عند الأتراك، عند الشاميين، عند في الجزيرة العربية مصطلحات. هذه تسمى حقيقة اصطلاحية يصطلح عليها من اختص بها، إما من الأقاليم وإما من أهل الصنايع أو حتى اللغة أو حتى النحويون. النحويون لهم مصطلحات، والمناطق لها مصطلحات، المفسرون لها مصطلحات، المحدثون لها مصطلحات. هذه تسمى حقيقة اصطلاحية، ما يصطلح عليه الفقهاء مثلا. هذا مثلا البيع لهم عندهم لهم تعريف، فتعريفهم يسمى تعريف اصطلاحي. والمال مثلا لهم مصطلح مثلا المتمول او ما الى اخره، او فالماء فالحقيقة اصطلاحية، بمعنى أنه تختص بأصحابها. أما الحقيقة اللغوية فهي ما في اللغة، بمعنى ما أطلق عليه العرب هذا المعنى. مثلا حينما نقول الصلاة هي الدعاء، هذه في اللغة بمعنى حقيقة لغوية، حقيقة لغوية بمعنى أنها هذا الذي تواطأ عليه أهل اللغة، لغة العرب. وإذن حقيقة عرفية أو اصطلاحية، وحقيقة لغوية، وحقيقة شرعية. لنأخذ مثلا الربا، حقيقة الحقيقة اللغوية في الربا أنه زيادة. الربا في اللغة مطلق الزيادة، فإذا أنزلنا عليه الماء اهتزت وربت، يعني ارتفعت. وفي مصطلح الفقهاء وهم حقيقة اصطلاحية ما يختص به هذا التعريف الفقهاء، هو زيادة في أو زيادة معلومة أو مخصوصة في المال أو في المعاملات. الحقيقة الشرعية في الربا حينما تنظر في الأحاديث يدخل فيها مصطلح عليه الفقهاء، مما قسموه إلى ربا الفضل وربا النسيئة إلى آخره، ويدخل فيه شيء آخر. حينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أربى الربا استطالة الرجل في عرض أخيه، إذن هذا الربا بهذا المفهوم حقيقة شرعية، لا هي فقهية ولا هي لغوية. أو حينما يقول أن الربا 70 بابا، أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه، فعد نكاح الرجل أمه صلى الله عليه وسلم أنه من الربا، بمعنى الحقيقة الشرعية. وبينما الحقيقة الفقهية الربا هو الذي يتعلق بالمعاملات ويتعلق بالزيادة في المال، زيادة المحرمة. إذا صار عندنا حقيقة لغوية وحقيقة شرعية وحقيقة اصطلاحية أو عرفية، إما تسميها اصطلاحية أو تسميها عرفية. نأتي إلى الصلاة هنا، وأحيانا تكون الحقيقة الشرعية والعرفية واحد، أحيانا تكون واحد. لا يلزم أن في كل كلمة لابد أن يكون فيها الحقيقة الثلاث، لا. الصلاة
الحقيقة اللغوية أنها الدعاء، وحينما تخاطب عرب الجاهلية أو عرب قبل الإسلام تقول صلوا، يقول يعني ادعوا. حينما تقول للعرب السابقين تقول صلوا، لا يفهمون المصلاة إلا الدعاء. فلما جاء الإسلام أخذ هذا الجزء لفظ الصلاة وأضاف إليه، وإن كان الصلاة فيها دعاء، الصلاة فيها دعاء لا شك. فالصلاة في الشرع هي أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم مع النية. لا بد أن نضيف النية، لما تكون عبادة إلا بالنية. فلو ركع وسجد من غير النية ما صلى، لا تكون صلاة شرعية. وكذلك الزكاة وكذلك سائر العبادات لا تكون إلا بنية، ولا بد فيها من نية. الصيام لا بد فيه من نية، ولهذا نقول في الصيام هنا والإمساك عن الطعام والشراب والشهوة من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية، لا بد من النية. إذن التعريف، الصلاة اصطلاحا أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، ولهذا أيضا جاء في الحديث تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. تحريمها التكبير بمعنى إذا أحرم أو تكبيرة الإحرام سميت تكبيرة الإحرام مثل إحرام، مثل إحرام الحج. إحرام لأن الإنسان إذا كبر امتنع عليه كل الممنوعات التي لا يجوز الاتيان بها في الصلاة، سواء كانت محرمات أو مكروهات، مثل الكلام، مثل الضحك، مثل الأكل، مثل زيادة الحركة، هذه كلها يمتنع عنها. ولهذا إذا كبر أحرم، يعني دخل في منطقة حرام، وهي الصلاة بأقواله وأفعاله، بحيث تكون الصلاة يقتصر فيها على ما شرع من أقوال من القراءة والتذكير والذكر والتسبيح والدعاء ونحو ذلك، والأفعال الركوع والسجود والقيام والجلوس. إذن هي أقوال وأفعال، تبدأ بالتكبير تكبيرة الإحرام وتنتهي بالتسليم. تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، وبنية كما قلنا لا بد أن لا تكون صلاة ولا تكون عبادة إلا بنية. لأنه لو أن الإنسان امتنع عن الطعام والشراب وهو لم ينوي الصيام ما صار صيام، لا بد في الصيام أن ينوي. وإن كان يا إخواني لا شك أن النية الركن يعني وحتى شرط لا لا لا، لكن أيضا ليست صعبة، لأن بعض الناس قد يشدد على نفسه في النية، قد يشدد على نفسه في النية. لا، النية هي مجرد عزم الإنسان و قصده وتوجهه لهذا، هذه النية. ولهذا العلماء قالوا لا يحتاج أن يتلفظ بها، بل حتى قالوا التلفظ بها بدعة، لأن محلها القلب. فالمقصود أن النية على الرغم من عظمها ولا تصح العبادة إلا بها، لكنها سهلة. يعني لا ينبغي الإنسان أن يشق أو يشدد على نفسه في النية. يقول مثلا يصبح صائم يقول انا شكيت نويت ولا ما نويت، لا، ما دام انك تعلم انه دخل رمضان وانك مع المسلمين وانك قمت للسحور او تسحرت قبل ان تنام ونويت السحور، هذا كافي. او نويت اكلا تكون هو الاخير تمتنع بعده عن الاكل الى الغروب، هذا صيام، هذه نيه. المقصود ان النيه ليست شديده ولا صعبه، وان كان بعض الناس قد يدخل الوسواس ويشدد على نفسه. المقصود أنه ما في عبادة لبنية، والصلاة هناك كما قلنا أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم والبنية. ولو لاحظت أن التكبير أقوال والتسليم أفعال، لو لاحظت التكبير أفعال، الله أكبر، مع طبعا رفع اليدين، وكان هذا يعني قال لكم سنة أو ليس واجبا، لكن الالتفات التسليم لا، لابد منه مع قول السلام عليكم ورحمة الله. إذن هذه الصلاة من حيث
تعرفها السلاح. أما من حيث أهميتها فالصلاة هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، أعظم من الصلاة، أعظم من الصيام، وأعظم من الزكاة، وأعظم من الحج. لهذا تلاحظ بعض الناس لقلة فقههم وعدم معرفتهم لقيمة الصلاة تجده يصوم جزاه الله خيرا، لكنه يتساهل في الصلاة، إما أن ينام لا يصلي الفجر أو لا يصلي الظهر والعصر نايم. الصلاة أهم من الصيام، الصلاة هي أهم من الصيام وأهم من الزكاة. فالصلاة هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، وهي أكثر الفرائض ذكرا في القرآن. الصلاة أكثر الفرائض ذكرا في القرآن، الصلاة يمكن ذكر مرة، الصيام مرة مرتين، الزكاة كثير ذكرت، يمكن 80 موضع الزكاة، والزكاة قرين الصلاة. أقيم الصلاة وآتوا الزكاة، أقام الصلاة وآتوا الزكاة، المقيم الصلاة ومؤتوا الزكاة. لكن الصلاة أكثر الفرائض ذكرها في القرآن الصلاة والسنة، والذي جاء في القرآن لو تلاحظون ما قال صلوا صلوا أو صلوا، ولا قال المصلين أو مصلوه، إنما قال أقيموا الصلاة وأقاموا الصلاة والمقيم الصلاة. أيضا هذا يدل على أهميتها، بمعنى ليس المطلوب مجرد أن تصلي، لا، المطلوب أن تقيم الصلاة. أقاموا الصلاة، يقيمون الصلاة، والمقيم الصلاة. فإقامة الصلاة يعني الإتيان بالصلاة على وجه الكمال وعلى وجه الاستيفاء والاستيعاب واستكمال أركانها وشروطها وسننها ومستحباتها والبعد عن ممنوعاتها ومكروهاتها. هذا هو الذي يقيم الصلاة. ولهذا الممدوح هو من أقام الصلاة، هذا يدل على أهميتها. ومن دلالة أهميتها أن الإسلام أمرنا أن نأمر أبناءنا وبناتنا طبعا بالصلاة لسبع، وأن نضربهم عليها لعشر. هذا لم يأتي في الصيام ولا في الزكاة ولا في الحج، في الصلاة خاصة نربي عليها أبناءنا منذ أن يبلغوا سن التمييز. مروا أبناءكم بالصلاة لسبع، سبع يعني بعد أن يتم السابعة. أيضا هذا ملحظ ينبغي أن تتنبه له، الإنسان لا الطفل لا يكون ابن سبع إلا إذا أنهى السبع ودخل في الثامنة، ليس إذا أنهى السادسة ودخل في السابعة، لا، هذا ما يسمى ابن سبع. ابن سبع هو الذي أنهى السبع ودخل في الثامنة. لماذا؟ لأن أبو سنة كم عمره اللي في بطن أمه بعد ما يتم سنة تم سنة. الثانية إذا أتم الثانية، الثالثة إذا أتم الثالثة، وهكذا السابعة إذا أتم السابعة ودخل في الثامنة، وكذلك العشر إذا أتم العشرة ودخل في الثانية عشرة يكون ابن عشر، وهكذا. المقصود أن من 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 خصائص الصلاة ومزاياها أن يؤمر بها الطفل إذا بلغ سبعا ويضرب عليها إذا بلغ عشرا، مع أنه لم يبلغ سن التكليف. التكليف قد يكون في 15 أو 14 بالاحتلام أو ببلوغ 15 إلى آخره في علامات البلوغ، أو بالحيض بالنسبة للبنت، لكنه مع هذا يؤمر ويضرب قبل أن يبلغ. وهذا لم يوجد في فرائض الإسلام إلا في
الصلاة. أيضا من خصائص الصلاة أنها تجب في اليوم والليلة 5 مرات، وهذا لم يوجد في أي فرائض الإسلام. الصيام مرة في السنة، وأيضا يخفف عن المسافر وعن المريض، وفي أحكام معروفة المريض إذا شفي واستطاع يقضي، وإذا استمر معه المرض فإنه يطعم ولا يرجع برؤه، في أحكام. الشيخ الكبير كذلك أيضا إذا لم يستطع وهو وعقله معه فإنه أيضا يطعم. أما الصلاة لا، الصلاة 5 مرات في اليوم، والصيام مرة في السنة، والزكاة مرة في السنة، والزكاة على الأغنياء فقط الذين ملكوا النصاب. الحج مرة في العمر لمن استطاع، أما الصلاة 5 مرات في اليوم. فرق كبير بين هذه الأنواع الفرائض. والغريب في الصلاة في توزيعها 5 أوقات أن لا حكمة عجيبة على نفس وقت استيقاظ الإنسان، من أن يستيقظ أول الصباح إلى أن يأوي الفراش. حقيقة لو أن المسلمين التزموا أحكام دينهم وبخاصة في الصلاة لانتظمت أيامهم وانتظمت أحوالهم وحفظت أوقاتهم. من الفجر إلى الظهر وقت طويل، من الظهر إلى العصر ليس قصيرا، من العصر إلى المغرب ومن المغرب إلى العشاء، أوقات منظمة ومرتبة. حتى الإنسان يعني المسلمون وإن كان بعضهم يقصر يشعرون أن الصلاة تنظم أوقاته. كل إنسان دخل وقت الظهر، جاء العصر، المغرب، فهي نفس يعني هي منظمة الوقت شئنا ما بينها. ولو أننا سرنا عليها والتزمنا بها لانتظم وقتنا وانتظمت حياتنا. ولهذا كما قلنا من الفجر إلى الظهر طويل، وهو غالبا هو وقت العمل ووقت الجد ووقت البركة. يعني الذين يوفقون ويعملون من الفجر إلى الظهر غالبا عندهم من البركات، وعندهم من الإنجاز، وعندهم من التوفيق ما 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 يعني ما يدركه إلا أمثالهم. وقت طويل وفي إنجاز. ومع هذا الإسلام لا يريد الإنسان أن يغرق في عمله، إنما بعد ما هذا العمل الجاد والمستمر ينادي المنادي المؤذن للظهر الله أكبر وحي على الصلاة، فيترك الإنسان أعماله ويرجع إلى ربه ويدخل عند ربه في الصلاة، يتوضأ ويتطهر ويصلي. يكون فيه نوع فاصل ونوع تنبه لئلا تأخذه الدنيا ولئلا يرغى في الدنيا. أدى عملا جيدا وأنجز، الآن يقف بين يدي الله عز وجل، أولا فيه نشاط وفيه راحة، ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أرحنا بها يا بلال، في راحة. وهكذا الأوقات الأخرى لا أطيل في الكلام، لعله يأتي وقت إن شاء الله نتكلم عن، لعلنا في الكلام عن المواقيت نتكلم عن هذا. المقصود هو عظم منزلة الصلاة وأنها فرضت 5 صلوات في اليوم. من مزاياها وخصائصها أنها أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة. أول ما يحاسب على العبد الصلاة، لا يضاف الصيام ولا في الزكاة ولا في الحج ولا في الصدقات ولا في النوافل ولا في الأذكار، يضاف الصلاة. فإن وجدت تامة نظر في سائر العمل، وإلا ردت عليه ورد صاحبها في النار صلى الله عليه وسلم.
فالصلاة هي أهم الفرائض بعد الشهادتين، وهي أول ما ينظر فيه من الأعمال. أيضا من خصائصها أنها فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة غير واسطة. الله عز وجل أوحى إلى نبيه مباشرة من غير جبريل عليه السلام، وذلك حينما أسري به إلى بيت المقدس ثم عرج به إلى السماء. فتلك الليلة فرضت عليه الصلوات الخمس مباشرة وحي من الله عز وجل إلى محمد صلى الله عليه وسلم غير واسطة، وفرضت 50 كما هو معلوم، أول ما فرضت 50 صلاة. فمر محمد صلى الله عليه وسلم بنبي الله موسى عليه السلام فأخبره قال إن أمك لأن أمتك لا تطيق ذلك. فرجع محمد صلى الله عليه وسلم إلى ربه وسأله التخفيف فخففها، ولا زال يتردد حتى بلغت 5. فقال موسى أيضا إن أمك لا تطيق، قال لا إن استحيت. فقال الله تعالى هذه 5 لا ما يبدل القول لدي، فاستقرت 5. فالصلاة فرضت على محمد صلى الله عليه وسلم مباشرة من الله عز وجل وليس بواسطة جبريل عليه السلام، بينما الإسلام كله بفرائضه كان عن طريق جبريل عليه السلام. أيضا من 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 خصائص الصلاة كذلك أيضا أنها يعني قلنا إنها أكثر ذكرا في القرآن، وأنها أيضا جاء بلفظ أقيم الصلاة لما يدل على ليس المطلوب أن يصلي مجرد الصلاة، لا إنما يأتي بها ويحرص على أن يؤديها مستوفيا أركانها وشروطها بالطمأنينة وبكمال الطهارة وبكمال التوجه والخشوع إلى آخره. أيضا حينما ذكرت في القرآن ذكرت على هيئة عجيبة، مرة ذكرت مقرونة بالزكاة وهذا كثير، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، والمقيم الصلاة والمقيم الزكاة، وذكرت مرة مع الصبر استعينوا بالصبر والصلاة، ومرة مع سائر الطاعات أقيم الصلاة لذكري مجردة أقيم الصلاة لذكري. وفي في في حينما ترون تتبعون مواردها في القرآن تستعجبون من أنواع المقرونات معها، وقد يكون من 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 يعني دقائق الصلاة أن الله قال استعينوا بالصبر والصلاة. يعني بالفعل الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. فأي أمر يهمكم أو يشغل بالكم أو 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 يشغل خواطركم افزعوا إلى الصلاة. صلي ركعتين تجد شيء من الخير ومن الهدوء ومن الراحة من الطمأنينة التي تتنزل عليك ما لا تعلمه. حتى إذا غضبت أو صار بينك مع أهلك من نوع من التوتر أو مع صديقك أو مع أي أحد، توضأ وصل ركعتين كل ما بك سيذهب. استعينوا بالصبر والصلاة. الكلام في هذا يطول ولا أحب أن أكثر من ذلك، ولعله تأتي مناسبات ونذكر بعض الأشياء فيما يتعلق بالصلاة. فقال رحمه الله كتاب الصلاة باب المواقيت. طبعا العلماء حينما يبدأون بالصلاة يتكلمون عن أوقات، لأن هي 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 أول أحكام الصلاة. أول أحكام الصلاة المواقيت، والشيخ بدأ بهذا الحديث الذي هو عموم الوقت، وبعده سيتكلم عن
صلاة الفجر ثم الظهر إلى آخره. هنا الوقت قال عن أبي عمرو الشيباني واسمه سعد بن إياس، هذا معمر وأدرك الجاهلية والإسلام، لكنه لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا هو أدرك الجاهلية والإسلام، وهو من أصحاب ابن عباس ابن مسعود ومن فضلاء السلف وفضلاء التابعين، لكنه لم ير النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقابله، وإلا كان في حياته لكنه ما رآه، ولهذا قالوا إنه أدرك الجاهلية والإسلام، وتوفق وعمره 103 سنوات أو أكثر. قال حدثني صاحب هذه الدار اللي هو مسعود رضي الله عنه، وأشار إلى دار عبد الله بن مسعود. العلماء قالوا في قوله حدثني صاحب هذه الدار أن الإشارة تكفي في التعيين إذا كانت مميزة وتشتبه، مثلا لو قال عنده 4 نساء قال امرأتي هذه طالق يكفي، لا يحتاج نسميها نقول فاطمة ولا زينب ولا خديجة إلى آخره، قال هذه، أو قال بعتك هذه السيارة، وعنده سيارات كثير، عنده صفراء وحمراء وخضراء، قال بعتك هذه السيارة، فالإشارة المفهمة والمميزة تكفي، وإلا يقول الحمراء ولا الصفراء ولا الخضراء، أو قال زوجتك بنتي هذه وعنده بنات كثير، عنده زينب وعنده فاطمة وعنده خديجة وعنده البنات كثير 4-5، قال زوجتك هذه، وإن لم يسميها أشار إليها تكفي إذا تميزت. فقوله هنا صاحب هذه الدار يقصد مسعود، وأشار بيده إلى دار عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما. وعبد الله بن مسعود معروف هو الصحابي الجليل ومن السابقين في الإسلام، هو سادس رجل أسلم، وأيضا هاجر الهجرتين، ويعني أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم كبيرا، وقال يعني أنه يعني كنيف ملا علمه، وهو من كبار وفقهاء الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. قال وأشار إلى دار عبد الله بن مسعود، قال سألت ابن مسعود يعني قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله. مسعود رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن تفاضل الأعمال أي أحب، طبعا أحب إلى الله هذا يدل على إثبات المحبة، وأن الله سبحانه وتعالى يتصف بصفة المحبة، محبة حقيقية على لا 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 على ما يليق بجلاله سبحانه وتعالى من غير تشبيه ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف. قال الصلاة على وقتها، إذن أفضل الأعمال ترتيب الصلاة على وقتها. الصلاة على وقتها قال ثم أي؟ قال بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. إذن هذا الترتيب في هذا الحديث هكذا، الأولى الصلاة ثم بر الوالدين ثم الجهاد في سبيل الله. ثم قال حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو استزدته لزادني. الكلام في هذا يطول، ويعني قد يعني نحتاج لوقت في طب سنكمل إن شاء الله في الجلسة القادمة، لكن لا مانع نتحدث عن التفضيل. النبي صلى الله عليه وسلم وردت عنه أحاديث كثيرة في التفضيل، مرة قال الجهاد وقبر والدين، مرة قال ذكر الله، مرة قال في أشياء كثيرة حديث، وطبعا ليس بينها تعارض، إنما قال العلماء إن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر أو يجيب كل سائل إما على حسب حاله وإما على حسب الظرف، حسب الظرف المسؤول فيه والحال المسؤول عنها أو مسؤول فيها. فمثلا إذا سأله رجل قوي
وله غناء في الإسلام وله، وقال أي العمل أفضل؟ يقول له الجهاد في سبيل الله. وإن كان غنيا وذا مال وسعة يقول أفضل الأعمال الصدقة مثلا، وإن كان رجلا ذا تعبد لقراءة ذكر الله عز وجل أو قراءة القرآن إلى آخره. فالمقصود أن هناك أحاديث كثيرة ذكر فيها التفاضل، ولهذا قال العلماء ليس هذا تعارض أو تناقض، لا، إنما النبي صلى الله عليه وسلم أجاب على كل حال على كل سائل حسب حاله أو حسب حال الظرف الذي سئل فيه. وهنا ذكر هذه الترتيبات: الصلاة، بر الوالدين، والجهاد. ومع هذا ذكر العلماء أيضا الحكمة في هذا الترتيب. فالصلاة هي حق الله وهي أم العبادات، فإذن هي أفضل الشيء، يعني المقدم حق الله من صلاة وغيرها، فالصلاة تدل على حق الله. الثاني حق الوالدين، وحق أو حق أو إن شئتم حق 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 المخلوق. الأول حق الله، الثاني حق المخلوق، وأفضله حق الوالدين. الثالث الجهاد، وهو حق الإسلام. وسوف نتكلم عن كل نوع إن شاء الله في الجلسة القادمة، والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.